سلام سلام جيه AAH ميديا سبورت ساعتاتنا نو دمت سنبت زاري يا أفريقيا وانج أدلة دلة ناية مدب أسرع سبتس تيمتش الرشاو تشوني تشواتو هوني توش عبرن نايلن تكتاتلون بأفريقيا وانج مدب تشواتو تيمتش الرشا مشيت عرات تشواتو تدرغو عند قول بيتشاني تستناغدو أنكارا قاملاي متغنيو موروكو زامبيان عند لمن بمرتات عزقا جوان ايفو كروست ولتا ولالج زامبيا مرتو سوستينيا هون عصر سدست لما كلاكال عندنا تبتشانا بريمي اسفلقات نگرگن حاكم زياة اكرورو ده مرابو يلقات قواس يا زامبيا انتصفا ياج اللما يا ايفور كوستن دريل دقمو يا لما اللما چونان عرات كيزي افريكا وانج عشنا فيونا چو غانا ان ايولت شا عصر سدين يوانج او بالاويت الجيريا باستنگا چونيتا كود درو تسنا بتالج يالتا تبقوا إكواتوريال جيني إنا كيب فارد دقمو مدب آجون بممرات ودك أتأزور ألفون مدب إيه إكواتوريال جيني إنا نايجيريا كدمو مالف آجون يارغا قطو كلابو جناجو جيني بيساواس تستنابت هستناغاجو عيبور كورس مرت سوستانيا هونا تشاقا غرالج كيب فارد يمدب بي كونچو هونا ودك أتأزور ستشاقا غر كبس ولتانيا هونا ألفالج غانا إنا موزامبيك تستنابتوال سينيغال انا كاميرون كمدب سي ودك اتاو زور قطتا يالفو هاجرات ناتشو جيني مرت سوستنيا هونا ادل سي قنات غامبيا لتسنابت جد هونا انغولا مدب دي انات لاي تقمطا نبر يچرسچو بوركينا فاسو دمو هولتنيا هونا اتناقالچ موريتانيا مرت سوستنيا هونا استاتناقك الجزائريا بغيزي شانطوان شكفالچ تونيزيا انديو كمدب ايه بجيزي يتسنابت اجهاجر ستون مالي دو افريكا ناميبيا وده طلو مالف تشاقا قروان بمچ الرشو مدب اف موروكو عندنيا هنا استاتناك كونغو ولتنيا هنا الفالج زامبيانا تانزانيا وده بيتاچو ميهد جد هنو باچوان بزوج يالف وانچ عبالة بيت سينيغال يزندرون وانچ التانسات چلالي چهمي لغمتاچون ياس كمتونو سينيغال خلون يمدب چواتوش بماشن بزتين اتب وده طلو مالف تشاقا ወደ ሳውዲ ያቀኑት ሳይዶ ማኔ ካልዶ ኩሊባሊ እና ኤድዋርድ ሜንዲ ብቻ ሳይሆኑ እንደ ቶተናሙ ፓፔ ማታሳር እና ላሚን ካራማ ያሉ ብዙዎች እዚህ ይደርሳሉ ብለው ያልጠበቋቸው ኬፕ ቨርድ እና ኢኳቶሪያል ጊኒ ምድባቸውን በመምራት ወደ ጥሎ ማለፉ ተሸጋግሯል በተለይ ኢኳቶሪያል ጊኒ አስተናጋጇን አይቮር ኮስት በገዛ ሜዳዋ ላይ 4 ለ0 ረታታለች ኢኳቶሪያል ጊኒ የ34 አመቱ አጥቂ ኤሚሊዮ ኒዮሴን በአምስት ጎሎች የውድድር ኮከብ ጎል አግቢ ሰንጠረዥ ይመራል ናይጄሪያ ደግሞ አንድ ጎል ብቻ በማስተናገድ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈች ሲሆን የውድድር ምርጥ ተከላካይ ያላት ሀገር ተብላለች በካታር ዓለም ዋንጫ ብዙዎች ደመመቹ ሞሮኮ አንድ ጨዋታ እየቀራት ወደ ጥሎ ማለፉ ያረጋገጠች ሲሆን ለዋንጫው ግምት የተሰጣቸው ሀገር መካከል አንዷ ናት የመጨረሻዎቹ 16 ጥሎ ማለፍ ድልድል ቀዳሜ አንጎላ ከናሚቢያ የሚያደርጉት ፍልሚያ የመጀመሪያው ጥሎ ማለፍ ጨዋታ ነው ከዚያ ቀጥሎ ንስሮቹ ናይጄሪያዎች ከአይበገሪ አናብስቱ ካሜሮን ጋር ይጋጠማሉ የሁድ ኢኳቶሪያል ጊኒ ከጊኒ ይጫወታሉ የሰባት ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫ ባለቤቷ ግብጽ ደግሞ ከኮንጎ ትፋለማለች ሰኞ ሞሪታንያ ከኬፕ ቨርድ ገጥማ የመጀመሪያው ጊዜ ሩብ ፍጻሜ ለመድረስ ትፋለማለች ከዚህ ቀጥሎ ያለፈው ዋንጫ ባለቤት ሴኔጋል አዘጋጇ አይቮር ኮስትን ماشي سينيغال ታሸንፋለች የሚል ተስፋ ይለኝ የዙር 16 የመጨረሻ ጨዋታዎች ማክሰኞ የሚከናወኑ ሲሆን ማሊ ከቡርኪና ፋሶ እንዲሁም በፊፋ ደረጃ መደባ የአፍሪካ ቁንጮ የተባለችው ሞሮኮ ከደቡብ አፍሪካ ትገናኛለች የኔ የአፍሪካ ዋንጫ ማን ያሸንፋል ግምት ያው ብዙዎች እንዳሉት ከሴኔጋል አይወጣም ሴኔጋል ታሸንፋለች የሚል ግምት አለኝ በር የአፍሪካ ዋንጫ ጉዳዮች የኔ መስመር ነበር በሌላ ስፖርት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ይህ AAH ሚዲያ ስፖርት ሰዓታችን ነው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሱ